عن الإغلاقات في السوق السعودي، ينضم إلينا الآن من الرياض ضيفنا السيد تركي فضعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية. أهلا بك أستاذ تركي، مساء الخير، أهلا بك في كلام أسواق. يعني نتحدث عن نتائج مالية تصدر تباعا، حتى الآن لدينا نحو 35 شركة مدرجة في السوق السعودي صدرت بياناتها، ما زلنا ننتظر بيانات أخرى وخاصة من قياديات في السوق السعودي. حتى الآن يبدو بأن السوق يستقبل هذه البيانات بضغوط سلبية وبشكل سلبي. ما تعليقك أولا على النتائج الأحدث؟ دعنا نبدأ بساكو وبالإنماء. يعني ساكو رأينا أيضا نتائج للشركة وتراجع على التسعة أشهر، وأيضا الإنماء يبدو أن الأرباح والنتائج لم تكن مرضية للمستثمرين. نعم لبنى، شكرا على الاستضافة. بداية هناك اختلاف طبعا في قطاعي شركتي ساكو والإنماء، لكن خلينا نبدأ بساكو. شركة ساكو هي شركة رائدة ونشاطها في العدة والأدوات الأولية، وبالرغم الظروف الاقتصادية الغير مواتية، نحن نمر في مرحلة يعني تراجع اقتصادي، لكن كان أدائها في الحقيقة مثير للإعجاب وأداء جيد. بلغت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر تجاوزت 939 مليون، أكثر من 300% تقريبا من رأس المال اللي هو بالغ 240 مليون رأس مال شركة ساكو. بلغت أرباحها خلال التسعة أشهر تقريبا 85 مليون برغم انخفاضه 4%، لكن وصل عدد فروع تجاوز 26 فرع، وهم فتحوا فرعين صحيح في هذا العام، كان له أحد الأسباب اللي أدت إلى هذه النتائج الإيجابية. نعتقد أنها نتائج إيجابية جيدة. بلغت حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث تقريبا 505 مليون، وبلغ النمو في حقوق المساهمين بنهاية التسعة أشهر بحدود 8.3%. مع انخفاض نتائج هذا الربع عن الربع المماثل من العام الماضي ب 43%، لكن الفترة التي تعطينا دلالة أكثر هي فترة التسعة أشهر، واللي كان الانخفاض فيها بحدود 4% فقط، وبلغت أرباح الشركة فيها 85 مليون ريال. نعم، بالنسبة لمصرف الإنماء، يعني تراجع الأرباح عن الربع الثالث 17%، والحديث مستمر يعني إن كان بمصرف الإنماء أو بغيرها أو بغيره من المصارف التي صدرت نتائج هي تجنيب المخصصات. تعليقك على نتائج مصرف الإنماء وهذا التجنيب للمخصصات وتأثير المخصصات على الربحية وعلى البيانات المالية، سيبقى مستمر معنا أيضا للربع المقبل؟ أعتقد بشكل أقل وبشكل دقيق، لأن المتغيرات التي حدثت في الربع الثالث أثرت بشكل كبير على العديد من المصارف في تجريم مخصصات، سواء لمحفظة التمويل والقروض أو لمحفظة الاستثمارات كما ذكر معالي رئيس الإنماء قبل قليل، لأنه مستويات مؤشر سوق الأسهم مقارنة بما كان عليه قبل يعني العام الماضي انخفاض هو كبير، وأعتقد بالضرورة أنه بيأثر على محفظة الاستثمارات لجميع المصارف. الأمر الملفت أنه بلغ النمو في صافي الدخل لمصرف الإنماء 2.6% فقط، لكن جميع المصارف حدث فيها نمو في صافي دخل العمولات الخاصة، بلغ في مصرف الإنماء 8.8% بالرغم من ارتفاع مصاريف العمولات الخاصة بحدود 200%، وهذا الأمر قد يكون مبرر أو للمصارف الصغيرة، لكن للمصارف الكبيرة أعتقد في منافسة في استقطاب الودائع في جميع المصارف، وأثر هذا الكلام من مصرف إلى مصرف، ونعتقد أن المصارف الصغرى تأثرت يعني بشكل أكبر من ذلك. الأمر الآخر، بلغ نمو القروض لمصرف الإنماء 29%، وأيضا بلغ نمو الودائع 28%، وتجاوز هذا الأمر معدل النمو السنوي، لكن نعتقد أنه نمو الودائع بهذا الأمر يعود لعاملين، العام الأول إيداعات سامة قبل فترة وجيزة صحيح. لكن الأمر الآخر والأكثر تأثيرا، مساهمي المصرف الإنماء أكثر من 25% منها يمتلكون هم مؤسسات رائدة، هي صندوق الاستثمارات ومعاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإحنا نقترب من الربع الرابع، لأجل ذلك نعتقد أن جزء رئيسي من الإيداعات هي كانت إيداعات لهذه المؤسسات الثلاثة، خصوصا ونحن تقريبا في مشارف نهاية سنة مالية، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع الودائع إلى هذا المستوى. إذا نبغى نشاهد فيما يخص قطاع المصارف إجمالا، إلى اليوم بعد إعلان الإنماء تقريبا أعلنت 8 مصارف من 12 مصرف، تبقى 4 مصارف الاستثمار والهولندي وسامبا والراجحي، الراجحي قد يكون له تأثير أكبر،
لكن إجمالي نتائج أو ملخص نتائج الثماني مصارف أعطتنا دلالات مهمة جدا. معدل التغير في صافي الدخل بالنسبة لإجمالي المصارف كان تقريبا انخفاض ب 2.7%، بالرغم من نمو إجمالي دخل العمليات ب 2.5%، صافي دخل العمولات الخاصة نما ب 7% بفعل ساهم في ذلك التغير في سعر الفائدة. لكن الأمر الأخير وأعتقد اللي قد يمثل ضغط ويعطينا أيضا دلالة ومهمة جدا على ارتفاع معدل قروض الودائع، بلغ معدل نمو القروض لإجمالي المصارف الثمانية بحدود 7.4%، لكن الودائع انخفضت بحدود 5%، وهذا الأمر أثر على انخفاض محفظة الموجودات المجمعة لهذه المصارف الثمان بحدود تقريبا 0.5%. حديث معالي السيد الفارس قبل قليل لكم بأنه مخصصات المرة الأولى قد تكون تجاوزت المليار، إذا حتى جنبنا المخصص للاستثمارات نجد جزء رئيسي من هذا المخصص أنا أعتقد أنه راجع لقطاع الشركات وقطاع الأفراد، خصوصا أنه محفظة قروض الإنماء النسبة العظمى فيها هي تتوجه للشركات. نعم، يعني للأسف الوقت داهمنا، سنكتفي بهذا القدر، لكن كما ذكرت سيد تركي يعني الأعين ربما منصبة حاليا في قطاع البنوك على نتائج الراجحي، خاصة أنه سيعطي دلالة قوية على متانة وضع القطاع المصرفي السعودي بعد التدخل الأخير الذي ذكرته أيضا من قبل سامة. شكرا لك ضيفنا من الرياض السيد تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، شكرا جزيلا لك.